تتصرف بشكل يعرضها لخطر حقيقي أكبر من أي خطر مفترض. واستفزاز المسلمين في بعض الأمور، وهذا معناه إنه وعيها سيطر عليها. هناك وعي جمعي سيطر عليها، لا يستطيع أحد تفكيكه الآن بسهولة. يعني كما قلت من قبل إنه الدور اللي تقوم به الكنيسة الآن هو دور لا تستطيع أن تتنازل عنه، لكنه في نفس الوقت لا يمكن أن تستمر فيه. هذا هو المقطع. بس الواضح من كلام حضرتك ان هي هتستمر، يعني الواضح من مجريات الاحداث ان هي هتستمر فيه، بس للاسف ده هيعرض يعني هيعرض الناس كتير جدا للهلاك. يعني هي خلاص مش قادره، لان زي ما حضرتك وضحت ان هي وصلت للحد المؤسسي. وصلت للحد المؤسسي يعني بعد كده المؤسسه نفسها هي اللي هتختار الافراد اللي بيمثلوا وجهه النظر دي. وده واضح طبعا في اختيار الانبا بشوي، او مش هنقول في اختياره، ولكن في الاشاعات اللي طالعه ان هو الانبا بشوي هو اللي هيكون الخليفه للانبا شريف ده. تمام؟ فاعتقد ان هو هيكمل، ان هو مالوش سبيل للتراجع اصلا. انا اتصور انه يعني اذا لجأنا الى الحالات المثلى تاريخيا حتى في دول غير الدول العربيه الاسلاميه، لاي مجموعات خليه العدد تختار اختيارا خطأ في مرحلة من المراحل، تكتشف إنها إذا تعمقت في هذا الاختيار وتركت الفترة الزمنية وتكونت لديها هذه القناعة الجماعية لا تفيق إلا عندما تشتعل النور عن الصوت. طيب، هو السؤال بالنسبة لحضرتك دلوقتي، هنخرج بقى من الشأن المحلي شوية للشأن العالمي. استقواء أقباط المهجر بإسرائيل. استقواء أقباط المهجر بإسرائيل. والصهاينة عموما، مش هنقول بإسرائيل بس هنقول بالصهاينة. هل ده توجه عام من أقباط، مش هنقول ده، احنا قلنا ان في فرق ما بين الفكر، في فرق ما بين استراتيجيه التغيير او الخطوات اللي بيتم التغيير فيه. هو يعني في جهه بتقول انا هغير دي قبل دي، وجهه تانية بتقول لا انا معاكي في نفس الفكر بس انا هغير دي قبل دي. حتى ده في الجماعات الاسلاميه، واحد بيبدا بالعنف، واحد بيبدا بالدعوه، واحد بيبدا بالمصالحه، واحد بيبدا بالوفاق الوطني والوئام الوطني، كل ده. لكن في النهايه الهدف واحد والمشاركين واحد، ما فيش حد مختلف عنه. فهل مع وجود لمبة شنودة والمؤسسة اللي موجودة دلوقتي اللي هي تحت الخط أو الصف التاني اللي موجود في الكنيسة، هل هم عندهم نفس التوجه أو نفس ال نقدر نقول نفس الرؤية لأخبار المهجر إن إسرائيل ممكن تكون معاون ليهم؟ بص، يعني ده أنا أتكلم بصراحة رغم حساسية الموقف. من يطلب دعم أمريكا إذا قبل بوجود ألقاء إسرائيل، ومن يطلب الدعم الدولية يدرك أن اختفاء دولة إسرائيل سيمثل خطرا عليه، لأنه سيؤدي لتغيرات دولية وأنه سيفقد الدعم الدولي. لأن الدعم الدولي حاضر عن طريق دولة إسرائيل. يعني هو كيف يحضر الدعم الدولي ويخيف الحكومات؟ عن طريق القواعد العسكرية، عن طريق البوارج في الجيش الدولية والخليج العربي، وعن طريق دولة إسرائيل. والأساس الهيمنة الغربية قائمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل أي شيء آخر. وبالتالي لذلك مع أول هتاف لمطالبة أمريكا بالتدخل، كان هناك هتاف لمطالبة إسرائيل بالتدخل، وحدث بعد الكشف ان سمعنا هذا الهتاف داخل اسوار الكاتدرائيه المقدسيه بالعباسيه. هذه كانت لحظه شديده في الخطر تجاهلتها وسائل الاعلام تماما، لدرجه انه معظم الصحفيين الذي سمعوا باذنهم وراوا اللافتات باعينهم قرروا ان لا يكتبوا عن هذا من كثره الصدمه التي عانوا. لكن كان هذا خطا، لانه كانت هذه لحظه شديده الخطوره عندما تبدا الجماعه المسيحيه تعتقد انه لا حامل لها الا هذه الهيمنه الغربيه والقوى الامريكيه الحاكمه، وبالتالي يصبح وجود اسرائيل في المنطقه حاميا لها. هذا الامر يتكرر مع مجموعات اخرى كما يحدث في المشروع الكردي. وبالتالي تجد دائما الجماعه صغيره العدد ان لم تلتحم وتعتبر نفسها جزء من الامه كلها والمجتمع كله وتلتحم مع الاغلبيه، ستجد نفسها في النهاية في مواجهة مع الأغلبية، وسيكون موقفها دائما عكس المواقف السائدة لدى الأغلبية، وستتجه في النهاية
إلى القوى الخارجية، لأنها ليس لديها قوة محلية تحميها. من باب نظرية عدو وعدو صديق. لا، أنا عايز أقول من باب نظرية أخرى، إنه ما دمت حملت مشروع في قابل للتطبيق، ما دمت فصلت نفسك عن الأغلبية، يجب أن تبحث لنفسك عن قوة. فأي قوة؟ هي القوة التي تحكم العالم، التي تريد أن تستغلك في هيمنتها، فتسلم أوراقك لقوة مثل القوة الأمريكية. يجب عليك أن تقبل كل شروط القوة الأمريكية التي يمكن أن تستغني عن ورقتك إذا أرادت في لحظة، بالضبط، هذه نقطة مهمة جدا. لأن أمريكا لديها دائما نقول تأكيد مكيالين، هي ليس لديها مكيالين، هي لديها سياسة داخلية تقوم على الحرية الديمقراطية، ولديها سياسة خارجية تقوم على حماية مصالحها، لا فيها ولا ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا ديمقراطية. مش أي علاقة فعلا. وبالتالي المسيحيين هنا اللي هم في نظر مسيحية أمريكا مشكوك في مسيحياتهم أساسا، وحتى في نظر بابا روما بيعتبرهم مسيحية غير عقلانية كما قال في محاضرته، لأنه لم يهاجم الإسلام فقط، وهاجم الإسلام وهاجم كل بروتستانت العالم، وهاجم مسيحيين الشرق الثلاثة، اعتبرهم كلهم يمثلوا حالات دينية غير عقلانية. هذه السياسة الأمريكية عندما يقدم لها النظام مصلحة من مصالحها مقابل أن تطلق يده ليعصف مسيحي مصر، فتوافق إذا كانت هذه المصلحة تمثل بالنسبة لها ضرورة. قد تكون ورقة التنازل عن القدس واللاجئين. بالنسبة للإدارة الأمريكية، تأمين دولة الاحتلال الإسرائيلي أهم موضوع مسيحي المسيحيين مصر لا يحمي المصالح الأمريكية في المنطقة، دولة الاحتلال الإسرائيلي هي لا تحمي المصالح الأمريكية. هو ليه معلش المسيحيين ما بيعتبروش نفسهم الفكر إن أنا عربي؟ يعني فكرة حتى إحنا مثلا قضية القدس بالنسبة للمسلمين هي قضية دينية، تمام؟ بالنسبة للمسيحيين يعني ما عندهمش الانتماء لفكرة إن أنا العرب، فكرة إن الوطن العربي ده أنا برضه من حقي إن أنا أحمي فلسطين زي ما هو بيحميها، أو من مواجهة عربي بيحميها، من مواجهة دينية بيحميها، ده عرب، إحنا عرب. ما عندهمش الفكره، مش عندهم المنطلق ده اللي كان مش عادي موجود، يضحي بالامر ده عادي جدا، يعني كان طبعا ما عندهمش انتماء ليه. كان موجود في الماضي، كانت مقوله انا مسيحي ديانه اسلاميه الحضاره او اسلاميه الثقافه تقال من المسيحيين بشكل عادي، ما زالت تقال من مسيحي الشام، مسيحي لبنان جزء كبير منهم ليس كلهم، ما زالت موجوده عند المسيحيين العرب. لكن في ازمه حدثت عند مسيحيين مصر، وربما ايضا عند قطاع من المسيحيين المارنة في لبنان، اللي هي بناء الهوية المستقلة داخل مشروع الغرب العلماني، داخل فكرة الدولة القومية العلمانية، البعد بالكامل عن الميراث التاريخي، حدث في مصر وحدث في لبنان. لكن ما زال يعني الكثير من مسيحي لبنان ومنطقة الشام يتكلمون عن الهوية العربية. هذا البناء يعني في الستينات كان آخر علاقة للمسيحيين بالهوية العربية داخل المشروع المصري. مع هزيمة المشروع المصري، خلي بالك إن الدولة أول من فكك الهوية العربية، أول ما تكلم عن مصر أولا، الدولة نفسها، دولة الرئيس أنور السادات، أول من تكلم المثقفين اللي كتبوا عن كفانا من فلسطين وكفانا من العرب. يعني إذا نحن أمام مشروع لم يبنيه فقط المسيحيين، عندما تضعه في إطاره العام فكرة بناء دولة علمانية متحالفة مع الغرب والخروج من الهوية العربية الإسلامية، هو مشروع دولة في مصر ونخبة علمانية ودول غربية ومعهم جماعة مسيحية. وبالتالي إن لم تكن كل هذه الأطراف موجودة، كان من الصعب أن تذهب الجماعة المسيحية لهذا المشروع بمفردها. هي ذهبت ومعها الدولة ومعها النخب العلمانية وتحت حماية دولية. بس وقت اقناع الشعب ده بفكره بنظريه المؤامره، نظريه المؤامره دي ان في تامر للتصلب، يعني بالظبط نظريه المؤامره ان بالظبط، يعني هو يعني لاسباب كثيره، يعني احيانا تكون هناك اسباب واقعيه، لكن عندما انت تكون منعزل ايضا مخاوفك اكثر. طب يعني شاهدنا مثلا على سبيل المثال ان مخاوف المسيحيين في مصر اقل بكثير من مخاوف اقاربهم زي الشرف الخارج. وعندما حدثت مرحله احداث العنف، مرحلة أحداث العنف كان ليها طبعا دور كبير جدا، كانت بتثير رعب المسيحيين من أقاربنا في الخارج. يعني بعضهم كان يتحدث لينا يتأكد هل إحنا على قيد الحياة ولا لا، قادرين نتحرك خارج منازلنا ولا لا، لدينا تصورات خطيرة يا جماعة، نقول لهم إحنا عادي زي ما إحنا، دي حادثة خلصت، حادثة وخلصت.
كانوا بيتصوروا هذا. ايضا المسيحيين عندما انعزلوا قلة معيشتهم المسلمين، يعني هم بيتعايشوا بشكل يعني زي ما بقول في المنطقة الرسمية، يعني في الجامعة والعمل، قلة الحوار، قلة التعايش، قلة سعة الصدر لمعرفة المسلم والمسيحي لبعضهم بعض مواقفهم الدينية، كل هذا بداية ترجمة ظاهرة التعصب إلى حالة، في حالة عندنا في مصر اسمها إيه؟ من يريد شراء جبنة، جبنة فقط بيدور صاحب المحل ده مسيحي ولا مسلم. اللي بيبني عمارة بيبيع الشقق للمتفقين معهم في الدين، ده حصل في مصر، ده جديد تماما. يعني بدأ من التسعينات، هذه هي الظواهر الخطيرة بقى اللي بدأت يعني تطيح بالأخضر واليابس. هو حضرتك سمعت، أنا كنت قرأت عن تصريح للأنبا شنودة أول ما مسك الأمر هنا في مصر، إن هو كان تقريبا كان صرح بيه الأنبا ماكسيموس تقريبا، إن هو كان أول ما كان طبعا من الخطوات المزورة كان داخل الكنيسة فقط، إن يحرم على المسيحي إن الشراء من المسلمين، ويحاول غلق المجتمع المسيحي جوه بعض أوي. وكان بعض الناس بيحكوا لي ان المسلمين اصحابي اللي كانوا نشأوا في بدأوا في حياتهم في مدارس مسيحيه، فكان اعترافهم المسيحيين جامد قوي، وجود كان بيقول لي فعلا كان بيشوف بعض الحاجات من النوع ده، هم بينهم وبين بعض فعلا ما بيحاولوش يخرجوا بره يعني، يحاول دايما يتعامل مع البقاله لو مسيحي، مع اي مع الطبيب المسيحي، مع الصيدليه المسيحيه، كل حاجه يبقى انا بدور دايما على مسيحي فين اتعامل معاه، انا بتجنب تماما التعامل مع المسلم. بس طبعا عايزين نؤكد برضه انه موجود على الجانب موجود، ما هو الجانب المسلم برضه كثير من المسيحيين بيتعذر عليهم شراء شقق الموضوع. لا ما انا موجود، بس انا بتكلم من حيث من ناحيه ان المسيحيين عشان الاقليه، بس عشان كده انا بقول دايما انه تعصب الاقليه اقل تاثيرا من تعصب الاكثريه. لكن دعنا نقول ايه؟ انه فعلا من السبعينات ابتدى ينمو هذا الوعي، فكره انه المسيحيين يكونوا مع بعض، يمارسوا نشاط مع بعض، يخدموا بعض، يتبادلوا المصالح فيما بعض، لكن ما كانتش واضحه قوي فجاه في السبعينات الحقيقه قال يعني. لكن بعد كده اصبحت مساله في النشاط الاقتصادي، في بيع الشقق، في التعاملات، في البقال، يعني بدات تنتشر بشكل كبير جدا. واحيانا بعد اشياء طريفه انه يخطئوا في ديانه صاحب المحل، فتجد لك بقى مكان معين صعب مسيحي، صعب مسيحي او تاني تلاقيه مبسوط يعني يقول لك عارف كده ما تعملهاش مشكله. الامر الثاني ان بعض يحاول يروج لتجارته بهذه الطريقه، انه يلاقي تجارته مش ماشيه فيعلق صور تثبت هويته عشان ياخد من المسلمين عليه. يعني صح، يعني انا مريت بهذه الخبره، كان عندي شقه بهتر، فكان المسيحي في التفاوض بشراء الشقه بيحاول ياكد ليا اولا ان هو زيي، عشان اعرف انه مسيحي، وانه لازم المساله تبقى بيننا وبين بعض. يعني هذا الامر بدا ينتشر. انا في رايي ان هذا اخطر من قضيه مشاكل بناء الكنائس والقضايا الاخرى، وانه اخطر حاجه حصلت في مصر هذه الفرقه. يعني انا بتكلم ان حتى لو ده حصل، لو حدث من المسلمين من طائفه من المسلمين، او حدث باعتبارهم فكرهم هم كاغلبيه، اما كاقليه وكمان بنعزل، انت كده انت بتصادر نفسك. انت هي دي الفكره، انك انت العجل انت محتاجني اكتر ما انا محتاج لك، يعني انت تجد المنظور الضيق، المنظور المحدود بالظبط، انت تجد الامان ليك في معزلك، فتكتشف انك عندما تنعزل تكون وحيدا، فتذهب وتحتمي بالكنيسه، ثم تحتمي بالدوله، ثم تحتمي بالغرب، لانك اخطات الخطا الاول انه امنك الحقيقي ان لا تكون منعزلا، ان تكون مندمجا غير مندوب، يعني عشان تدوب في المجتمع، يعني كل ليك شخصيتك المستقله وكيانك بدون دوائر اجتماعيه. يعني ما نقدرش نقول من قرر، يعني خلينا برضو نكون ايه، نقول هذا حدث لهذه الجماعه المسيحيه في هذه اللحظه، انه في لحظه خافت من الزوجين، خافت من الاسلام، خافت ان لا يبدو، يعني عندما تدخل مصر لا تدرك ان هناك مسيحيين، جاءت لها هذه الهواجس مبكرا. عندما جاءت لها هذه الهواجس بدا في الانعزال، في الاحتفال بالكنيسه، في الاحتفال بالدوله، في الاحتفال بالغرب. في ناس يهمها إثارة الفكر ده عن المسيحيين، يعني في ناس يهمها إثارة فكر إن أنتوا ولا حتى من أشخاص، مش لازم حتى من قيادات، ولكن من أشخاص على مر مع الوقت يبتدي يترسخ المبدأ ده. أنا عايز أقول لك في معلومة مهمة جدا يجب العودة ليها، لأنه المسألة أكثر عمقا. عندما حدث الفتح العربي لمصر، انقسم المسيحيين إلى فريقين، فريق وقف بالسلاح أمام الجيوش العربية، وأغلبية قبلت الفتح العربي لمصر